هذه التاكسي بالنسبه للتاكسي المهني دابا هذه عام ونص وحنا كنعانيو عام ونص وما كاينش اللي يسمع لنا. حنايا كيعطيو فرصه سراقين بلايص كيعطوهم فرصه وحنا التاكسي كنعانيو بزاف وما كاينش اللي يسمعنا. دابا حنا في الصف الاول عاملين ثلاثه ديال الناس، في الصف الثاني جوج ديال الناس. اذا هذا الشيفور هذا شنو غادي يدي؟ زائد مازوت طرمبيه عامره مازوت زايد، هذا مشكل. هاد الناس هادو خصهم الله يجازيهم بخير، الوالي خصو يفتح لنا هاد المشاكل هادو، ما يخليناش بان نتعذبوا اكثر من هاد العذاب ديال عام ونص. راه عام ونص حنا كنعانيو اخوتي، خصو الوالي يقدر موقف. وقفه ديالنا احتجاجيا على هاد التعسف اللي كتكن الدوله باش نرفضوا ثلاثه بلايص ما هيش حتى المازوت. المازوت كيعمل 10 دراهم وتمشي في الصباح عندما نضربوا الخاوي ونرجعوا انت يدو 15 درهم كنضربوا انت 6 كيلومتر انت 12 درهم ديال المازوت كتبقى لك 3 درهم ديال 3 درهم ديالاش والطوبيس كتجوز عمره انت هذيك ما عليهاش فهمتيني هذيك ما عليهاش ما فيهاش كورونا كورونا كاين عيف التاكسي كبير فقط وفي المسجد فهمتيني هذاك خصنا نحلوا لنا واحد الحل خصنا حنا خصنا نخدموا 5 بلايص ديالنا ان السيكور عندنا ديال 6 بلايص علاش ما نقصوناش السيكور علاش الضرائب ما نقصوناش علاش لا فيزيت ما نقصوناش كل شيء ما انت فهمتيني عامين ايوا الله يا ودي حنا ما فهمتيني شنو حنا غادي نقوم شي مسعاو